قمنا نحن مكتب الهلال الأحمر الجزائري فرع الزبا وبالتنسيق مع المكتب الولائي بعملية ختان 12 طفل معوز من كامل تراب البلدية. طبعا عملية الختان سبقتها عملية إحصاء للعائلات المعوزة عديمة الدخل والتي شرعنا فيها منذ اليوم الخامس من شهر رمضان. كما قمنا باقتناء كل مستلزمات عملية الختان والمتمكنة في ألبسة وبعض هدايا الأطفال تم توزيعها قبل عملية الختان. وحنا بربي إن شاء الله يعني نتمنى العملية تجرى في أحسن الظروف وربي يجازي من كان ساهم معنا في هذه العملية وفي كل شهر رمضان الكريم وشكرا.